هنعمل ايه دلوقتي مع بعض؟ هنعمل سموذي العنب بالرمان. عندي تلج عنب رمان، شويه من سيرب الرمان عشان اللون، عندي شويه من السكر، واخيرا شويه من الميه. على طول كده هبدا شويه كعبات التلج. انزل بالعنب، انزل بالرمان. سنة صغيرة من المية، هنزود تاني بس ايه، عايز ابتدي اجرش التلج عشان محتاج مية تاني. هنزل بالسكر، شوية من سيرب الرمان، هنضرب. على طول شاليمواتنا، نبقى عملنا سموذي العنب بالرمان.